سيد الأبرار صاحب
إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أيها ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
فاتبعوا من لا يسركم أجرهم وهم مهتدون وماني لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جري من السماء وما كنا منزلين كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد فآياتهن الرسول إلا كانوا به يستهزئون فلم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الخلق المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله ما أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يدرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلاما قولا من رب رحيم وابتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل ذاكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليذل من كان حيا ويحك الكور على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وأفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال طيب العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم في تسجد الغوص يا الله وسمع على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم وآله وبارك وسلم شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجلال جلالي شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجلال جلالي شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجلال سقاني الحب كأساك الوصال فقلت لخمرتي نحلوي تحت لي سعت ومشت لرحمي في كوس فهمني
كنت لسكرتي بين البوادي فقلت لسائر أقطابي لملوا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهبوا واشربوا أنتم جنودي فسائر قومي بالوافي ولا لي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا Jilani, 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 Jil
مبارکباد پیش کروں گا ہمارے کوسر بھائی اور ان کے والد صاحب اور ان کی پوری فیملی کو، تمام سادات اکرام کی جانب سے آج کا یہ پروگرام ان کو مبارک ہو، آج کی محفل انہیں مبارک ہو، اور ماہ ربیع النور کے ان مبارک لمحات بھی ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ ختم قادریہ کے بعد عموماً ہم اہل بیت پاک کا ذکر کرتے ہیں، نبی کے گھرانے کا ذکر کرتے ہیں، اور اس ارادے سے، اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہم نبی کے گھر کی بات کریں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائے۔ ہم اگر سیدہ پاک کے بچوں کو یاد کریں گے تو کل ہمارے بچوں کو بھی کوئی یاد کرے گا، اور ہمارے بچے، ہمارے گھر، ہماری عورتیں ان پر قربان۔ تو ہر ختم قادریہ کے بعد سرکار کے گھرانے کا ذکر ہوتا ہے، تو آپ بھی سرکار کے گھرانے کے ذکر میں، ویسے تو ہم نماز میں کرتے ہی ہیں، ہر نماز میں ہم نبی اور آل نبی کو یاد کرتے ہیں، مگر نماز پر کتنی بھول جاتے ہیں۔ تو اس محفل کو منعقد کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت اور اہل بیت پاک، صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کی محبت ہمارے دلوں میں برقرار رہے، اور ہمارے بچوں میں بھی یہ محبت چلتی رہے، تاکہ اس محبت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی ہمیں بلائیاں نصیب فرمائے۔ پری صلی اللہ Oh,
محبتوں کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ سرکار کی محفل سجاتے ہیں اور اپنی